بسم الله الرحمن الرحيم. درس نتعلم فيه كيفية تمثيل جدول في تخطيط بارومتري يحتوي مؤشرا أو إبرة تتحرك كلما غيرنا نسب النجاح، والألوان تمثل مستوى النسب من ضعيفة حمراء إلى متوسطة برتقالية إلى مقبولة أو جيدة خضراء، وكل ذلك في ورقة على برنامج الإكسل. إذن الفكرة يمكن تطويرها وتطويحها لتلائم معطيات أخرى بأشكال أخرى. من علامات التبويب نفتح صفحة جديدة شيت 2، نغير اتجاه الصفحة من لوحة الأدوات، ثم في البداية نقوم بتحديد مجموعة خلايا أختار أن تكون بياناتها في شكل نسب مئوية. أكتب في الخلية B4 نسبة 100% والثانية 50%. أنتقل إلى الخلية B10 وأكتب نسبة 35 في 35 في 30 في 50. أنتقل إلى H3 لأكتب نسبة الناجحين. وأمامها أحدد النسبة ب 65 مثلا. أحول هذه الخلايا إلى نسب، وظل الخلية B4 و B5، ومن لوحة الأدوات انسيرت نختار Other Charts. في التخطيط الدائري المجوف نحدد الآن من فورما الأبعاد، الطول 10 والعرض 10، نضغط مرتين على الرسم لنغير حجم الدائرة الداخلية ولتكون 70 مثلا. فدرجة الدوران 240، وكما تلاحظون اللون الأحمر يرمز ل 50% واللون الأزرق يرمز ل 100%. نعود لنافذة الفورما، نحدد اللون الأزرق في البداية، ثم نختار من التعبئة Gradient Fill تدرج لون اللينية، الاتجاه من اليسار إلى اليمين، الزاوية 0 الزاوية اللونية، ثم نحذف الألوان البينية نختار اللون الأول وليكن مثلا أحمر، ونسحب اللون البرتقالي إلى الوسط، ثم نضيف لون جديد وليكن الأخضر. إذن الألوان تتدرج من الأحمر إلى الأخضر. نحذف كل الحدود نو لاين، نضغط على الدائرة الحمراء أو الجزء الأحمر ونخفيه نو فيل لنحصل على هذا الشكل. نحذف رموز سلسلة الآن. سنضيف بعض النسب التي سنحتاجها في الدائرة المرصوفة، إذا نسب 10، وفي الخلية كاتوا نحتاج بناء معادلة قوامها مجموع الدائرة المجوفة اللي هي سام فونكسيون هي سام B4 B5 إلا مجموع الخليتين E و G3. من الرسم نضغط على زر الفأر الأيمن ثم Select Data لإدخال البيانات. نضيف اسم السلسلة، نختار نسبة الناجحين والقيمة، ندخل البيانات الموجودة من E3 إلى K3، ثم نضغط OK. نضغط بزر الفأر الأيسر على الدائرة الخارجية لنختار مخطط جديد وليكن هذه المرة then P الدائرة المرصوفة. أوكي.
نضغط مرتين على دائرة تظهر النافذة الخاصة بشمل التنسيقات، ومن هنا نختار المحاور الثانوية. ولا نحتاج إظهار نسبة 75% من فيل، نختار نو فيل. ولا نسبة 65% من فيل، نختار أيضا نو فيل. ندير أيضا الدائرة المرصوفة 240 درجة. نغير لون الإبرة إلى الأسود، إذا سوليد فيل، ونختار اللون الأسود وهو موجود. الآن سنغير من حجم الإبرة، بعد الحال حجمها 10، سنغير النسبة إلى 1، فتظهر النسبة على شكل إبرة حادة. الآن نغيب الخليتين G3 وK3، نقوم ببعض التنسيقات الخاصة بنسبة الناجحين و 65%. اللون الأبيض مثلا ومحيط أحمر. كيف ما تلاحظوا بتغيير النسبة يتحرك المؤشر في البرومتر. إذن الآن من لوحة إنسان ندرج شكل الدائرة، نحدد مكانها وسط الرسم البياني. إذن من تأثيرات الشكل نختار البروز، شكل البروز بيفل، ثم نغير لون المحيط الأزرق مثلا. كذلك ندرج مستطيل مشطوف الأطراف أو دائري الأطراف، ولا أعلم ما نسميه باللغة العربية. ثم نزيد من انحناء الحواف بسحب النقطة الصفراء، ومن بريسيت نختار هذا الملء، ثم نغيب الظل ونناسبه للرسم بتصغيره قليلا. ثم نربط محتواه بالخلية إيدو. والآن نوسطه ونغير في نوع الخط ولونه. نحذف محيط الرسم البياني ككل من border color no line. نتخلص ايضا من حدود الخلايا في الصفحة grid lines، ثم ندرج دائرة مثلا 10 والويت 10. نتخلص من الملء ثم نوسطها مع الرسم البياني. نحاول جعلها تتلائم بتغيير القياسات بزر الفار الأيمن من فورما شيب. نغير لاين ستايل او سمك الخط، نقوم بتكبيره قليلا. إذن نغير في حجم الدائرة اكبر قليلا، نوسطها
ومن تأثيرات شيب إفكت نختار بيفل ثم البروز ثم الآن سنغير لون المحيط. رايت كليك شير فورمات ثم نختار لاين كلر ثم تدرج لوني. التدرج سيكون من الأحمر إلى الأحمر الفاتح، فنضيف تدرج آخر أحمر إلى الأحمر الفاتح. نسحب الألوان البينية بصفة متوازنة ندرج مربع نص نربطه بالخلية هاش 3 نغير اللون والحجم والمحاذاة ونوع الخط. ثم نسحبه تحت النسبة مع قليل من التنسيق. إذن الآن سنضيف الظل، ندرج الشكل الدائري من shape fill gradient ثم more gradient. إذن نختار التدرج اللوني، نحذف الألوان البينية ثم نختار اللون الأسود بشفافية تقارب أو تساوي 30، فاللون الأبيض بشفافية 100%، ومن نوع أختار path. الآن سنحذف المحيط no line. إذن أنسخ معطيات الجدول الأول وألصقها في P2 وغير اللون ثم الخط. الآن نظهر النسب المخفية إذن أزيد في هذه النسبة لتصبح 10 وغير في رابط الجزء الأول من المعادلة بسحبه للجدول الثاني مع إضافة الخلايا الناقصة. نحدد الجزء الثاني. الآن نظلل هذه النسب ثم ندرج التخطيط الدائري المجوف. نحدد الأبعاد، ستكون أصغر هذه المرة 7×7. أحذف مفتاح السلسلة. نقوم بالتحويرات التالية. إذن 240 تغيير اتجاه الدائرة، ثم 70 بالنسبة للسايز هو نغيب 50%.
نوفيل نغير الألوان. إذن اللون الأحمر، فنختار لهذا الجزء اللون البرتقالي واللون الأخضر بالنسبة للجزء الثالث. إذن بقية المراحل هي ذات والتي كنا قد مررنا عليها في التمثيل الأول، أترك لكم متابعتها.